شوية شقلابة، احنا لو لعبنا مع الحنبل هيشوا جثثنا، والله ما هيرحمنا. بقول لك ايه؟ ايه؟ أول ما أقول لك هوب هوب. يعني ايه؟ يعني هوب. الحيوان انت هتوهم! عاوزين يقبصوني. مين دول؟ في جهات الحنبولي سعادتك كانوا عاوزين يقبصوني، بس انا زبلحت منيهم. الواد سكلانس واحنا بنجري جلح في النجر وانا اتعكيت في الكمين سعادتك. طب مصطلح يالا ولا مبرش مع الصبح؟ مش بطاقتك ياه. معيش بطاقه سعادتك. الله، معكش بطاقه ليه يا حبيبي؟ ماشي. انت مين وبتشتغل ايه؟ معرفش والله. معرفش انت مين ولا معرفش شغلانتك؟ لا دي ولا دي سعادتك، بس لو سعادتك قبصتوا على رجاله الحنبولي انا مسامح. سلام عليكم. انت بتصعبط يالا. إيه؟ انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. انا مش فاهم منك حاجه. انا فاقد الذاكره سعادتك. فاقد الذاكره. ده انت هتقفلم بقى على الصبح. ايه رايك بقى نشوف الفيلم ده مع بعضينا في القسم؟ لا وده وقته سعادتك. يلا بينا يلا. لا لا يلا يلا نخلص اللي ورانا الاول وبعد كده نشوف يلا. الفيلم. يلا. مين الغريب ده؟ والله العظيم ما انا منفس حاجه. خالد بيه، ايه في ايه؟ مالك؟ مالك دي هتجنني. عاوزين انفذ اوامرها وخلاص. ايوه، ما تنساش ان اختك شايله الشغل كله على دماغها. يعني انا كان حد شايلني حاجه وقلت لا؟ بس هنقول ايه بقى؟ الباشا مش شايف غيرها، مع ان انا ابنه الكبير. لو اللي يغيظك اللي انا قلت خلاص هتتجوز بقى وهنرتاح منها، هيتجوزها باظت وهتفضل قاعده في ربيزنا تاني. معلش الجدع انت، وشد حيلك واثبت للباشا انك قدها وقدود، والباشا هيخليك تمسك الشغل مع اختك. موت يا حمار بقى. انت اللي ورا صباع الديناميت اللي اتضرب في الفرح ده يا شمس. اقعد يا حسن، اقعد يا حبيبي. فورا الشاي بتاع ابن اخويا بسرعه. مش عايز. عشان تبلع بيه كلامك اللي بقى شبه الايام الزرقاء دي. الرساله دي انت اللي وراها؟ رسالة عبيطة. مين اللي كانت معاك امبارح يا حسن؟ ما تجيني دغري يا شمس، ما تلففنيش في حواريك. ده انا حسن عنتر الحلق. ها؟ الحلق يعني دمنا بيجري في عروق بعض. اصل ربطت لك الكلام ده ربطت في يومك، وقالت لك ان انا اللي وراها دي تبقى واحدة مش واحد، بس واحدة غشيمة. عارف يا حسن انت ايه الفرق بينك وبين ابوك؟ ان ابوك ممكن يسلم قلبه وجيبه وكتفه للحريم، بس ما يسلمش دماغه. برضه بتلف وتدور يا شمس، ما تجيلي دغري. انت اللي ورا المنكش ده ولا لا؟ الشاي يا فورة. عمرك ما ريحتي حد. الناس يا حسن يا حبيبي في كل الدنيا بتشتري راحتها الا اهل الساغ، ما بيشتروش غير تعبهم وبس، ومفكرين نفسهم كسبانين وضحكين على الدنيا. ماشي، احلى احلى عليك. لو الاستاذ خالد مش عاجبه يشيل ايده من الشغل كله. انا مش عايزاه يشيل ايده، انا عايزاه يحط ايده في ايدي بقى، انا زهقت. طب خلاص سيبه لي انا وانا هظبطه. الواد ده هيجنني. ده نصر. ها نصر، ايه لقيته؟ افتح السكر، افتح السكر. بعد ما دخت عليه يا باشا الجماعه حبايبنا بتوع اسم الجماليه كانوا ماسكينه تحري. ايه رايك عليك اسيبه؟ تسيبه ايه يا نصر؟ هاتوا بسرعة. طب انا هجيلك دلوقتي على الاسم يا نصر. اظن يا باشا بعد كل اللي حكيته لك ده ممكن اخده وامشي. لا طبعا لازم حد يضمنه، ده معهوش اي اثبات شخصية. حد يضمنه؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.